بك يا محمد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا عقب انتهاء هذه المباراة الودية ما بين الأهلي والبلاستيك طبعا استعدادا للمباراة المقبلة أمام فريق الزمالك وهي مباراة القمة في مباريات الدوري العام. معايا في هذه اللحظات لاعب فريق البلاستيك الحسيني طه واللي أحرز الهدف النهاردة في النادي الأهلي. حسيني طبعا برحب بيك في البداية وعايز أخد تقييمك للتجربة بالنسبة لكم النهاردة، كنتوا واخدينها إزاي أمام النادي الأهلي؟ طبعا برحب بحضرتك واستوديو الكرام. والله طبعا احنا بنلعب النادي الاهلي مصنف رقم واحد في افريقيا وواحد في مصر، وطبعا احنا عندنا ان شاء الله ماتش يوم السبت مع فريق اسكو في الدرجه الثالثه، واحنا ان شاء الله ماشيين اول، فطبعا دي تجربه كويسه جدا للفريق البلاستيك وفي نفس الوقت استعداد كويس للنادي الاهلي قدام نادي الزمالك ان شاء الله. قول لي بقى احساسك النهارده جبت هدف في النادي الاهلي رغم ان هي مباراه وديه، بس اعتقد شعور بيبقى مختلف. طبعا يعني النادي الاهلي شرف اي حد اصلا اللي هو يلبس التيشيرت بتاعه رقم واحد، تاني حاجه شرف تاني اللي انا اجيب جون في النادي الاهلي، طبعا اعظم نادي يعني في الكون وانا اصلا اهلاوي يعني، فطبعا انا فرحان وحزين يعني، بس الحمد لله طبعا توفيق من عند ربنا، وطبعا زملائي النهارده عملوا ماتش كويس والحمد لله، وطبعا ده يعتبر ماتش للقمه اللي هو بين الاهلي والزمالك، فيعتبر ده استعداد كويس للنادي الاهلي مثلا هو بيجرب لعيبه وكده، واحنا نفس الوقت تجربه كويسه لينا اللي احنا عندنا ان شاء الله يوم السبت ماتش كويس جدا مع فريق اسكو واحنا بننافس على الاول وماشيين اول ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. شكرا شكرا. طبعا محمد خليني اقول لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني بالكامل